سلام سافا لاباس عليكم هانيين مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله رجعت لكم في السلسله اللي انا بديتها معكم في هذا الشهر هذا ديال احسن واسوا اشياء ولا حوايج ولا منتج ولا اي حاجه جربتها في هذه السنه ديال 2023 وبغيت نشاركها معكم باش حتى نتوما ما تضيعوش في هذا الوقت ديالكم ولا الفلوس ديالكم. ولكن الفيديو ديال اليوم الصراحه غادي يكون مختلف لان الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم احسن واقوى مسلسلات اللي انا تفرجت فيهم ونالوا اعجابي وبغيت نشاركهم معكم، خصوصا دابا ان احنا في فصل الشتاء والصراحه كاين الملل وما كاين ما يدار وبزاف ديال الناس كيبغيو يشوفوا شي مسلسل وما كيزعموش عليه حيت ما كيعرفوش القصه ديالو وكتخافوا انكم تضيعوا الوقت ديالكم فيه. ولهذا انا جيت لكم في هذا الفيديو هذا باش نقول لكم اشنو هما احسن وحدين والقصه ديالهم باش ما تضيعوا الوقت ديالكم وتمشيو تفرجوا فيهم وانتم مرتاحين. طبعا الا لاحظتوا ان الصوت ديالي رجع لي الحمد لله، كنتمنى على ان الفيديوهات اللي قبل من هذا يكون نالوا اعجابكم وتكونوا قبلتوا على الصوت ديالي حيت فعلا كنت مريضه ولكن ما بغيتش نغبر عليكم ولهذا صورتهم واخا كان الصوت ديالي ماشي هو هذاك، ولكن دابا انا رجعت لكم والحمد لله في تحسن. طبعا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما عليكم الا تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي، وضروري تاكدوا انكم فعلتوا الجرس حيت بزاف ديال البنات ما كيوصلهمش الفيديوهات ديالي. ودابا نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. كيف ما قلت لكم غادي نشارك معكم خمس اقوى واحسن مسلسلات اللي انا تفرجت فيهم في هذه السنه هذه وبغيت نشاركهم معكم وكنصحكم انكم تشوفوهم. بالنسبه لهاد المسلسلات هادو فهما كاملين متوفرين في موقع قصه عشق، جميع الحلقات كنصحكم تفرجوا في هذا الموقع هذا لانه هو الموقع اللي كتفرجوا فيه بدون اعلانات وما كيقطع ما والو، يعني كتلقاو فيه جميع المسلسلات متوفرين وجميع الحلقات. بالنسبه للمسلسل اللي غادي يجي في المركز الخامس، صراحة هذا المسلسل هذا فهو مسلسل واعر، والغريب في الامر هو انه الموسم الاول فاش يلاه غادي يتعرض في تركيا كان كيدوز في واحد النهار اللي كينافس اقوى مسلسلات في هذاك الوقت هذاك، وتبارك الله قدر حتى هو ينافس معاهم وقدر يجيب الريت ديالو عالي نسبه مشاهده عاليه اللي خلاته يستمر لستة ديال المواسم. هذا المسلسل هذا سميتو تفاح الحرام ياساك الما، جميع المواسم وجميع الحلقات متوفرين في موقع قصة عشق ويمكن لكم تشوفوهم كاملين. بالنسبة للقصة ديالو فهو مسلسل اجتماعي درامي عائلي، صراحة فيه الضحك فيه التقشاب فيه المكائيد ديال النساء فيه بزاف ديال الحوايج زوين اللي غادي نعجبوكم. القصه ديالو كدور على واحد المراه من واحد الطبقه اللي هي غنيه غادي تبغي تطلق الزوج ديالها وغادي تنوض تكري واحد البنت باش تحصل عليه الخيانه الزوجيه وباش تطلقو وتاخذ نص ديال الثروه ديالو، ولكن هذيك البنت اللي غادي تنوض تكريها غادي تقلب عليها اللعبه ديالها وغادي تصدق مزوجه بالراجل ديالها وهي غتطلق بزيرو درهم. وهنا غادي تبدا القصه ديالها لهم وهنا غادي يبداو يعني المصارعه بيناتهم وغادي تبدا المكائد بيناتهم. ولكن صراحه المسلسل ما فيش غير هادشي، فيه بزاف ديال القصص وبزاف ديال العبر، واهم حاجه هو ان ما فيش الملل، واهم حاجه هو انه يعني خليط فيه داكشي ديال الضحك فيه الدراما فيه العائله فيه الرومانسيه، مهم داكشي فيه الخليط وما فيش نهائيا الملل. كيف ما قلت لكم كنصحكم انكم تشوفوه، واهم حاجه هو انه كامل، يعني ماشي غتبقاو تسناو الحلقات كل اسبوع بحال انا دابا كنتابع شي مسلسلات كنبقى نتسنى الحلقات كل اسبوع، لا هذا الحلقات ديالو كاملين والمواسم كامل، يعني غتشوفوهم من الموسم الاول حتى الموسم السادس وما غتحسوش بالملل نهائيا. بالنسبه للمسلسل اللي غادي يجي في المركز الرابع اللي هو العائله ديال كيفان شاتليتو وسيريناي ساريكايا مهند، صراحه هذا المسلسل هذا غزال، اصلا هذا الكوبل هذا كنت متحمسه ليه من شحال هادي، وسيريناي كنت من شحال هادي باغاها تمثل مع كيفان شي مسلسل، والحمد لله ان مجتمعوا في هذا المسلسل هذا. الصراحه الكوبل ولا غلطه، الكوبل خطير ومهند الشخصيه ديالو غزاله في المسلسل، اول مره غادي صراحه اول مره غادي يمثل هاد الشخصيه هادي
غادي يجي رجل مافيا من عائله ديال المافيا، وكلهم صراحه مرضى نفسيين، وغيتعرف على ديفي اللي هي طبيبه نفسيه اللي هي سيرينا ساريكايا. والصراحه هي طبيبه نفسيه وهي خاص لي عالجه. المهم مسلسل كامل خاص لي عالجهم، وكلهم مرضى نفسيين، ولكن المسلسل غزال وما فيش الملل وما فيش صراحه ما غاديش تسخاو به. والتمثيل ولا غلطه، والكاست كامل ولا غلطه، وكيفانج غادي يعجبكم لانه جاب واحد الدور جديد وغزال وكيضحك فريمون. الشخصيه ديالو خالد كما قلت لكم رومانسي ودرامي والاكشن، واهم حاجه هو ان مهند جا كيضحك في هذا المسلسل هذا الصراحه. لان مهند، انا كنقول مهند لانه هو الاسم اللي معروف به عربيا، ولكن هو سميتو كيفانج تاتليتو. وفي المسلسل هذا، المسلسل هذه العائله غادي تكون سميتو اصلا صراحه. هذا المسلسل هذا راه كيدوز حتى في ام بي سي وكاين حتى في شاهد، ولكن انا كنصحكم تفرجوا في الموسم الاول لانه كاين في قصه عشق، ودابا كيدوز الموسم الثاني. كل سيمانه كيدوز الحلقه نهار الثلاث، انا كنتفرج فيها نهار الثلاث مع 12 ديال الليل، كتكون متوفره في قصه عشق. صراحه كنصحكم به لانه فريمون غزال، والكوبل غادي يعجبكم، وحتى ناسق خطير، والكوبل ولا غلط، والمسلسل ما فيش نهائيا الملل، والاحداث متسارعه ماشي 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 ممله وماشي بطيئه، يعني الاحداث سريعه بزاف وغادي يعجبكم بزاف، كنصحكم به حتى هو متوفر في قصه عشق. ودابا وصلنا للمركز الثالث. صراحه المركز الثالث هو مسلسل جديد، يعني ماشي مسلسل بدا من داك العام، مسلسل يلاه بدا في شهر 9، في دابا 13 حلقه، وحتى هو متوفر في قصه عشق. هذا المسلسل هذا سميتو ياباني بالعربيه المتوحش. صراحه هذا المسلسل هذا القصه بالنسبه للابطال والكاس حتى شي واحد فيهم ما مشهور ومعروف عربيا، او لا يعني الممثلين ديالو ماشي صف اول، يعني الممثلين ديالو كلهم ماشي جدادين، ولكن ماشي معروفين بالقوه ديال الممثلين ديال الصف الاول اللي معروفين عربيا. ولكن راه المسلسل واعر والقصه جديده، القصه ماشي بحال كاع القصص، الاحداث متسارعه، ما كاينش داك الغموض ومطولين، وكاع الالغاز كيبقاو زعما كاع الالغاز كيبقاو مخزونين حتى لاخر حلقه. لا الحلقه، كل حلقه ضروري خاص شي لغز يتكتشف، يعني ما كيخليوكش كيبقاو زعما مجبدين معاك ولا مجرجرين ولا شي حاجه. لا الحلقه كيعطيوها حقها، والاحداث سريعه سريعه سريعه، وداكشي بالخفعات كل حلقه كتكتشفوا شي حاجه جديده، يعني واعر ما شاء الله. هذا المسلسل هذا القصه ديالو هو ان واحد العائله غادي يضيع ليهم واحد الولد ديالهم ملي كانت في عمره 5 سنين، وغادي يبقاو يقلبوا عليه. ملي غادي يكبر بالصدفه غادي يتلاقى مع العائله ديالو وغادي يعرفهم، ولكن هما ما غاديينش يعرفوه، غادي نعرفوه بالخف صراحه. الحلقه الثالثه غادي نعرفوه، ملي غادي نعرفوه غادي يرجع ليهم، ولكن ما غاديش يقدر يتاقلم معهم لانه عاش مده طويله في الشوارع وكبر مسكين في الشوارع. وعكس كتعرفوا نتوما حياه الشوارع ماشي بحال الانسان اللي كبر مع العائله ديالو، يعني ما غاديش يتاقلم معهم بسهوله، غادي يلقى بزاف ديال المشاكل، وغادي يلقى على ان الاب ديالو اللي هو كان السبب في كاع هذا الشيء ماشي هو الاب ديالو الحقيقي. المهم بزاف ديال الالغاز وبزاف ديال المشاكل غيطرفوا ديك العائله، واهم حاجه الصراحه غادي نشوفوا العلاقات العائليه بيناتهم، والعلاقه ديالو مع الام ديالو ملي غادي يرجع غزاله بزاف، غادي تعجبكم وغادي ترتبطوا بها صراحه. واحد المسلسل اللي واعر وما فيش الملل، والاحداث سريعه كيف ما قلت لكم، الاحداث سريعه، كل حلقه كيعطيوها حقها، كل حلقه يعني ضروري كيكشفوا فيها شي حاجه اللي مخزونه، ضروري الالغاز ما كتبقاش بحال اللي تعودنا على المسلسلات التركيه، اللغز ما كيبان حتى الحلقه الاخرى ولا قبل الاخيره، الا هذا في البلاصه. هذا كل حلقه كيكشفوا لك لغز من الالغاز. المهم الاحداث سريعه وماشي طويله وماشي ممله، يعني غادي يعجبكم بزاف، كنصحكم به. بالنسبه لهذا المسلسل هذا فهو كما قلت لكم باقي جديد، يلا كاين 13 حلقه متوفره في موقع قصه عشق، ولكن هو كيدوز كل ثلاث في تركيا، وكيتحط نهار الثلاث مع 12 ديال الليل في موقع قصه عشق. بالنسبه للناس اللي غادي يشوفوا هذا هو الاوقات ديالو، كيدوز كل ثلاث، وكتحط الحلقه مع 12 ديال الليل في موقع قصه عشق. ودابا وصلنا للمركز الثاني. صراحه بالنسبه للمسلسل ديال المركز الثاني بزاف ديال الناس ما زعموش عليه بسبب ديال الاسم ديالو، صراحه الاسم ديالو الناس غير ما عرفوش اشنو كيقصدوا به. هذا المسلسل هذا حتى هو جديد، يلاه بدا في شهر 9، سميتو هوتسوس سيفدا حب بلا حدود.
هذا المسلسل هذا فهو غزال. الناس ما زعموش عليه لان الاسم ديالو كيظنوا على انه مسلسل رومانسي، ولكن هو الصراحه ما عنده حتى شي علاقه بالرومانسيه. هو مسلسل ديال الاكشن والانتقام. هذا المسلسل هذا مصور في واحد المنطقه واعره في تركيا اللي هي البحر الاسود. هذا المسلسل هذا كيف ما قلت لكم الابطال ديالو ماشي ابطال من الصف الاول، ولكن هما الابطال معروفين، وكاع الصراحه كاع الممثلين اللي مثلن فيه هما معروفين وبزاف ديال الناس كيعرفوهم في الوطن العربي، ولكن هما ماشي من ابطال الصف الاول، ماشي بحال كيفانش وسيرينا يوتوبا وهذوك الممثلين ديال الصف الاول، ولكن صراحه الكوبل ولا غلطه، التمثيل ولا غلطه، الكاست ولا غلطه، والقصه شي حاجه بزاف. بالنسبه للابطال خيل ابراهيم وزينب، خيل ابراهيم من واحد العائله اللي هي على قد الحال، كان عايش مع الاب ديالو في البحر الاسود ومات ليه الام ديالو. واحد النهار واحد من العائله ديال زينب اللي هي من واحد العائله كبيره وغنيه وكيتاجروا في الاسلحه والمخدرات، واحد من ديك العائله غادي يقتل الاب ديالو قدام عيني فاش كان صغير، وهو غادي ياخذ العم ديالو وغادي يديه لاسطنبول وغادي يربيه ويكبره. ملي غادي يكبر غادي يولي خدام مع القوات الخاصه التابعه للدوله ديال تركيا، ولكن غادي يكلفه بمهمه خاصه انه يرجع فين كان عايش باش يكشف الحقيقه ديال ديك العائله وما يخليهمش، ويعرف شكون هما تجار المخدرات وتجار الاسلحه، وفي نفس الوقت باش ينتقم الاب ديالو والعائله ديالو. صراحه كنصحكم به، حتى هو الاحداث ديالو سريعه وغير ممله، وصراحه ماشي كيبقاو يجبدوا في الاحداث وكيبقاو يماطلوا فيهم، بالعكس داكشي خفن زربن دغيا كيبينوا لكم الاحداث، كيبينوا لكم زعما شنو غادي يطرى. صراحه الاحداث ديالو غزالين وغادي يعجبوكم، ما غاديش تحسوا به بالملل نهائيا. حتى هو يلاه بادي دابا وصلوا الحلقه 11، غتلقاو 11 حلقه متوفره في موقع قصه عشق. بالنسبه لهذا المسلسل هذا كيدوز كل خميس في تركيا، وكتحط الحلقه ديالو مع 12 ديال الليل في موقع قصة عشق. ودابا وصلنا للمركز الاول. صراحه المركز الاول هذا المسلسل هذا ما كيهضروش عليه الناس بزاف، ما كيهضروش عليه حتى العرب بزاف، ولكن راه مسلسل واعر وانا عجبني، لا من ناحيه القصه، لا من ناحيه الاحداث، لا من ناحيه الكاست، لا من ناحيه التمثيل، لا من ناحيه الممثلين. صراحه هذا هو المسلسل التركي الوحيد اللي يمكن لكم تفرجوا فيه مع كاع عائلتكم، يعني في اي موقع، سواء في موقع قصة عشق في اي بلاصه. اصلا هو كاع ما كيدوز في التلفازه، ما يديرون حتى شي قناه، ما كيدوز فقط في تركيا وفي موقع قصه عشق، سميتو اتيش كوشلاري طيور النار بالعربيه. هذا المسلسل هذا حتى هو ما فيش نهائيا نجوم الصف الاول ديال تركيا، ولكن فيه ممثلين معروفين عربيا وحتى في تركيا، والممثلين صراحه غزالين وكيمثلوا واعر، وكل واحد تم كيعطي الدور ديالو زعما كل واحد كيعطي الحق للدور ديالو، والصراحه واعر القصه، خصوصا القصه، وانه ما فيش مشاهد فوق 18، دي اهم حاجه، ما فيش نهائيا مشاهد فوق 18، وماشي مسلسل رومانسي. صراحه هو مسلسل اجتماعي كيهضر على اطفال الشوارع، والبطله ديالو سميتها قول عائشه، في المسلسل سميتها قول عائشه. هذه البنت هذه غادي تخطفها مرت عمها، غادي يخطفها عمها ومرت عمها، ملي غادي تكون يلاه تزادت غادي يمشيو يحطوها في الزبل، يعني في البوبال في الزبل، باش ياخذها واحد الراجل كيتاجر في الاطفال وكيخليهم ملي كبروا يبقاو يتسولوا ويجيبوا ليه الفلوس. وملي غادي هذيك البنت غادي يلقاوها واحد المجموعه ديال الدراري الصغار، حتى هما كانوا مع هذاك تشاطال كيتسولوا، يعني مساكن كيطلبوا في الزنقه وكيجمعوا الفلوس باش كيجيبوهم ليه. غادي يلقاوها وغادي يقرروا انهم ياخذوها ويربيوها وينقدوها من هذاك رئيس العصابه اللي كيتاجر في الاطفال، وغادي نعرفوا شكون هي العائله ديالها، وغادي يمشيو باش يرجعوها للاب ديالها فاش كانت صغيره. ولكن ملي غادي نعرفوا على ان اللي بغى يرميها في الزبل هو عايش مع الاب ديالها، غادي يقرروا على انهم ياخذوها ويحميوها ويكبروها، ومفاش غادي تكبر غادي تتعرف على الاب ديالها، وهنا غادي نبداو الاحداث. صراحه كنصحكم به لانه واعر وما فيش الملل، وما فيش صراحه هذيك الميوعه ديال المسلسلات التركيين، هذيك القصه
اللي احنا تعودنا عليها ديال التركيين. لا هذه قصه جديده وقصه واعره وكنصحكم به، حتى هو ما فيش الملل، وحتى هو في الجزء الاول والجزء الثاني كلهم متوفرين في قصه عشق، غتلقاو كاع الحلقات. وحتى هو باقي كيتصور وكيدوز كل جمعه في تركيا، وكتحط الحلقه ديالو مع 12 ديال الليل في موقع قصه عشق. ولكن ولكن ما غاديو فين توصلوا الحلقه اللي انا كنتفرج فيها كل جمعه، لان الموسم الاول طويل، والموسم الثاني حتى هو راه بدا من شهر 9، دونك كاين بزاف ديال الحلقات، كل حلقه فيها جوج ديال الساعات. راه ما تفرجوا، ولكن القصه تستحق المشاهده. كما قلت لكم كاع هاد المسلسلات هادو كيتوفروا في موقع قصه عشق. كانوا هادو هما احسن واقوى مسلسلات اللي انا تفرجت فيهم، ومنهم اللي باقا كنتفرج فيهم صراحه وعجبوني وما فيهمش الملل. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون نال اعجابكم، وتمشيو تشوفوا هاد المسلسلات هادو في قصه في موقع قصه عشق، وتخليوا لي الراي ديالكم عليهم في لي كومونتير باش حتى انا نشوف الراي ديالكم عليهم. دابا وصلنا لاخر ديال الفيديو، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم وتكونوا استمتعتوا معايا. فوقاش غادي نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الماجي. باي باي.